أمام هذه اللقاءات هنا سيد ميشيل التي جرت بين أردوغان والرئيس الأمريكي، كان أيضا هنالك لقاءات مع القادة الأوروبيين منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان هناك أيضا العديد من القضايا الخلافية بين البلدين على مستويات عدة. إلى أي مدى نجح هذا اللقاء في تقريب وجهات النظر بين تركيا وفرنسا، ويحل ربما جزء من الخلافات بعد الخطابات الاستفزازية التي كانت من أردوغان تجاه ماكرون؟ نعم، لو جئنا اليوم إلى المقارنة بين الأجواء السائدة بين أنقرة وباريس بما كانت عليه قبل عام، لا بل الصيف الماضي، لوجدنا أن هناك فرقا كبيرا. لنذكر فقط بأن الرئيس التركي اتهم نظيره الفرنسي بأنه مختل عقليا. يعني هذا التجريح الشخصي لم يسبق أن عرفناه في التعاملات بين رؤساء الدول. صحيح. الذين رغم العداءات التي قائمة بينهم يعني يبقون عند مستوى معين من التخاطب والاحترام. هذه ملاحظة عامة. ولكن في قلب هذه المشكلة هناك خلافات أساسية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط بين فرنسا. فرنسا برزت على الساحة أكبر، لا أريد أن أقول عدوا، ولكن معارضا للممارسات التركية، أكان في سوريا، أكان في العراق، أكان في مع قبرص، أكان مع اليونان، أكان في ليبيا، أكان صحيح. في أرمينيا، ناغورنو كاراباخ وغيرها. وبالتالي كان هناك تركيز على فرنسا. ولكن الخلافات بين تركيا وأوروبا هي شمولية إلى حد كبير. الخلاف الأول يتناول رغبة تركيا بالدخول للاتحاد الأوروبي. يعني نحن نذكر هنا بأن تركيا تفاوض الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، وحتى اليوم ما زالت هذه المفاوضات قائمة. لا بل إن بعض المسؤولين الأوروبيين لا يترددون في القول إن مستقبل تركيا ليس داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن في التعاون مع الاتحاد الأوروبي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن تركيا دأبت منذ أن أحداث سوريا وتدفق مئات الألاف من اللاجئين السوريين، اللاجئين أو النازحين السوريين إلى تركيا، فإن تركيا تستخدم هذه الورقة لابتزاز الأسرة الأوروبية، رغم الاتفاق الذي تم بين المستشارة الألمانية والرئيس التركي في العام 2015 أعتقد، أو آخر العام صحيح. 2015، أن يضبط الهجرات داخل يعني الحدود التركية. إذا ما سمحت لي سيد ميشيل، ولا يعني لا أريد أن أقاطع. نحن نعلم وجود هذه القضايا الخلافية الكثيرة، ولكن مع وجود هذه الرسائل الانفتاحية والرغبة التركية لتحسين هذه العلاقات، إلى أي مدى هذه اللقاءات بالفعل يمكن أن تنجح في تحسين العلاقات؟ ما الذي يريد الأوروبيين من تركيا تحديدا بالفعل لفتح صفحة جديدة من العلاقات وإمكانية تحقيق ذلك باختصار؟ نعم، الأوروبيون يريدون من تركيا أن تتصرف كدولة عادية، أن يكون لها علاقات جيدة مع الطرف الأوروبي. يريدون من تركيا سياسات مختلفة في مياه المتوسط الشرقي، التوقف عن انتهاك المياه الأوروبية، مياه قبرص ومياه اليونان، وقبرص واليونان هما عضوان داخل الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون يريدون من تركيا أن تسحب قواتها من ليبيا، وأن تسحب المرتزقة السوريين الذين جاءت بهم إلى ليبيا. إذن هناك العديد من الملفات الخلافية. وأريد أن أقول أيضا لو سمحت لي، أن الأوروبيين هددوا تركيا بأن يفرضوا عليها عقوبات. وإذا كان هناك نوع من الليونة التركية في التعاطي مع الأوروبيين، مع الفرنسيين، مع المستشارة الألمانية، مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وغير ذلك، نعم. لأن هناك قمة أوروبية قريبة ستقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات على تركيا أو لا. طيب. إذن الملفات الخلافية بين تركيا وأوروبا هي ضخمة للغاية. صحيح. ولا يمكن أن نعتبر أن عدة اجتماعات وإن كانت على مستوى القمة ستحل هذه الخلافات، ولكن هي تخلق بيئة مناخا جديدا يمكن أن يساهم أو يساعد في إيجاد مخارج من هذه الخلافات.